تحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم، من تحفة ميادين السباقات، من دانة الدنيا دبي، ومن انطلاقات هجني أبناء القبائل في يوم سن المفاجآت، في يوم اللقاية ينطلق في هذه اللحظات، لحظات يترقمها الكل على قنوات دبي ريسنج الحاضرة على أرضية هذا الميدان. شوط الجعدان، المحليات الأصايل أعلنت انطلاقته. أتقدم مع المركز الأول، همال على المركز الأول محمد بن ظافر بن مسعود الإحبابي، من يتقدم ويقدم همال على المركز الأول، هملول القادم على المركز الثاني، هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري القادم على المركز الثاني، المركز الثالث مخادع القادم لمحمد بن سالم بن عبيد بن سويدان العامري القادم على المركز الثالث، المصير على المركز الرابع لمحمد بن طالب بن عقيل القادم بن عقيل، يتقدم مع المصير على المركز الرابع، المركز الخامس القادم الليث لخلفان بن راشد بن سيب الشاوي آل غفلي، يتقدم على المركز الخامس. سادس المراكز القفاي، القفاي وسيف بن محمد بن سيف بن عفرة المطيوع المنصوري القادم في هذه اللحظات، ومحمد يقدم القفاي على المركز السادس. سابع المراكز يتواجد باي باي لسعيد بن سالم بن سعيد آل مشايخي القادم في هذه اللحظات، القادم من السلطنة. أهلا بضيوفنا الكرام في المرموم وفي دانة الدنيا دبي، عتيم عتيم راشد بن محمد بن سعيد بن سلومة قادم الخاطري، يتقدم القادم من ميدان السوان، يقدم كل جديد على أرضية ميدان المرموم. تابع المركز التاسع يتقدم شاهين محمد بن عبيد بن إميع الشبوسي قادم، يقدم شاهين على المركز التاسع. المركز العاشر شعار يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذه الانطلاقات، سعيد بن نايع بشاوي الغفلي يقدم مشرف على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى مع ندان الأول، مع أول انطلاقات الجعدان، المحليات الأصايل في المرموم. هذه الانطلاقات في المرموم مع سن المفاجآت، اللقاية عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة. هملول غير، هملول العامري على الصدارة، هادي ما في هدوء عنده، راعي هملول هادي بن عبد الله بن سالم ركاض العامري يتقدم على المركز الأول. وين الموقع؟ الثنين كيلو متر غادرناهن في هذه اللحظات. يلا يا راعي عتيم، يا بن سلومة، يا بن سلومة، هل الشوان يطالبونك بأول أشواط الجعدان؟ راشد بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري القادم يتقدم على المركز الثاني، المركز الثالث شاهين لمحمد بن عبيد بن إميع الشبوسي قادم على المركز الثالث. رابع الأسماء باي باي القادم، سعيد بن سالم بن سعيد آل مشايخي القادم على المركز الرابع، المركز الخامس القفاي القادم في هذه اللحظات لسيف بن محمد بن سيف بن عفرة المطوعي المنصوري. قادمين أهالي المرموم وأهالي الفقع يقدمون انطلاقة القفاي على المركز الخامس. سادس المراكز الوصول، التقدم
تهدم من الليث لخلفان بن راشد بن سيب الشاوي الغفلي يتقدم في هذه اللحظات. تابع الاسماء القادم ياتي وصل مشرف لسعيد بن نايع بشاوي الغفلي على المركز السابع، ثامن المراكز الوصول والتقدم من همال لمحمد بن ظافر بن مسعود الاحبابي، والتاسع مذخور لعبد الله بن حميد بن حارم المهيري، ومذخور مسفر بن خميس بن سبيع المنصوري القادم في هذه اللحظات. هكذا هي العشر الكيل الاخير اول اشواط الجعدان من المرموم الى هملول الى راعي هملول. حتى هذه اللحظات هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري يتقدم على المركز الاول، بن سلومه قادم، بن نايع قادم مع مشرف القادم على المركز الثالث، لكن هملول مسيطر، هملول متقدما على المركز الاول. هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري يتقدم على المركز الاول مع اول اشواطنا، اول انطلاقات الجعدان المحليات الاصايل في يوم المفاجات، في يوم التحديات، في يوم الانطلاقات. سلام يا مدينة العين، سلام يا مدينة الخضرة والجمال، من المرموم من دبي الى مدينة العين الى بركاض العامري. ها هو هادي ما في هدوء عنده في هذه الانطلاقات، وعصاف الابطان بدون اي اوامر ولا تعليمات. هملول هادي بن عبد الله بن سالم بن ركاض العامري، اسعد الله صباحك بكل خير على فوز هملول بالمركز الاول والعصاف الابطان المركز الثاني. المركز الثاني مشرف لسعيد بن نعبي شاهل الغفري، المركز الثالث عتيم لراشد بن محمد بن سلوم الخاطري، المركز الرابع وصل مذخور لمسفر بن خميس بن سبيع المنصوري، والمركز الخامس وصل مذخور لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول هملول في الخمسة كيلومترات، توقيته الزمني نتابعه في هذه اللحظات والعصاف الابطان. التوقيت 7:39.7 من الثانية هو توقيت هملول لهادي بن عبد الله بن سالم بركاض العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7:44.6 من الثانية مشرف لسعيد بن نايع بشاوي الغفلي. المركز الثالث وصلوا في هذه اللحظات شعر بن سلومة، وصل مع تيم توقيت الزمني 7:44.8 من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن سعيد بن سلومة الخاطري. تهانينا والناموس للجميع.